ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جولته الخليجية التي بدأها قبل يومين بزيارة سلطنة عمان ودولة الإمارات، متجهاً مساء اليوم إلى دولة قطر لدعم وترسيخ العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والبحث في سبل تطويرها، إذ تجمع بين المملكة وقطر علاقات تاريخية ومصير مشترك. مختصون توقعوا أن تثمر الجولة في توحيد الرؤى والجهود لتسريع تنفيذ مبادرات دول مجلس التعاون وتنمية العمل الخليجي المشترك وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. وتعكس جولة ولي العهد لدول الخليج والتي تسبق قمة مجلس التعاون الخليجي 42 التي تستضيفها الرياض حرص القيادة الرشيدة على توطيد العلاقات بين المملكة ودول الخليج والعمل على كل ما يضمن رخاء وأمن واستقرار المنطقة.